نشرة الأخبار المحلية الأسبوعية من قناة الجزائر أنوان، أهلا بكم. والبداية بأبرز العناوين. رئيس الجمهورية يزور معرض للمؤسسات الناشئة ويستمع لشغالة الشباب. رئيس الجمهورية يقوم بزيارة عمل وتفقد إلى المسجد الأعظم. العميد قواسمية يشرف على تنصيب العقيد زير البشير قائدا للقيادة الجهوية السادسة للدرك الوطني. تخرج الدفعات بالمدرسة التطبيقية للنقل والمرور الشهيد لواج محمد المدعو والرائد فراج بتلمسان. ولعين تيموشن تشرف على تنصيب مستيري مندوبا محليا لوسيطة الجمهورية. مرحبا بكم من جديد. قام رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بزيارة لمعرض المؤسسات الناشئة الذي أقيم على هامش الندوة الوطنية حول مخطط الإنعاش الاقتصادي. وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فإن رئيس الجمهورية استمع أيضا لانشغالات الشباب بقصر المؤتمرات عبد اللطيف رحال. قام رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بزيارة عمل وتفقد إلى المسجد الأعظم بالمحمدية في العاصمة، وكان في استقباله لدى وصوله إلى هذا الصرح الديني الضخم رئيس المجلس الشعبي الوطني سليمان شنين والوزير الأول عبد العزيز جراد، إلى جانب كل من وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية كمال بالجود، وكذا المستشار برئاسة الجمهورية عبد الحافظ علاهما والوزير المستشار الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية محمد أسعد بالعيد ووزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بالمهدي ووزير السكن والعمران والمدينة كمال نصري. حيث أكد السيد تبون بأن التدشين الرسمي سيكون يوم 1 نوفمبر تزامنا مع تاريخ اندلاع الثورة. لتفاصيل أكثر في تقرير الزميل عبد الغني بلاش. مسجد الجزائر الأعظم ثالث أكبر مسجد في العالم بعد الحرمين الشريفين والحامل في طياته لأطول مئذنة في العالم، تحفة معمارية ومعلم ديني وثقافي شامخ يبزع في أرض الجزائر. حظي هذا الصرح الديني باهتمام كبير من قبل السلطات العليا للبلاد، وها هو على مشارف التدشين القريب يحظى بأول زيارة تفقدية لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، زيارة من شأنها معاينة كل المرافق التي يضمها المسجد لضمان تسليمه في أبهى حلة له. السيد الرئيس وخلال وصوله لجامع الجزائر الأعظم أدى صلاة تحية المسجد ليعاين بعدها نظام التخفيف من الزلازل المنصب تحت قاعة الصلاة. كما تفقد دار الإمام الموجودة داخل المسجد الأعظم ليواصل بعدها معاينة مختلف المرافق ويستمع لشروحات دقيقة من طرف المختصين المشرفين على إنجاز هذا المعلم الديني، كما تابع عرضا مصورا لمراحل إنجازه مشيدا بدور الشباب المشاركين في إنجاز هذا المسجد. احنا عندنا كل المهندسين المعماريين تاع شركة جزائريين ولا انت على نرجي ما انت على جونس ولا عندك الشباب اللي كانوا في كانوا هنا في الورشة وين راهم؟ معنا له تحية خاصة. تحية خاصة. دونك درنا لهم تكوين مع سي موساوي دو موا أربع سوايع في الأسبوع، وعطيناهم من ديبلوم تاع لار إسلاميك دون لاشتيكتور، تا موديل اللي ما يقراوش. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون وخلال زيارته هاته أعلن على أن التدشين الرسمي للمسجد سيكون في الفاتح من نوفمبر المقبل المصادف لعيد الثورة الجزائرية المظفرة، وهو تاريخ سيحتفي فيه الجزائريون بفتح هذه المنارة الشامخة، منارة الاعتدال والوسطية. Thank you.
أشرف العميد نور الدين قواسمية قائد الدرك الوطني على مراسم تنصيب العقيد زير البشير قائدا للقيادة الجهوية السادسة للدرك الوطني بتمرسة خلفا للعميد ريكي محمد، وبعد استقباله من طرف اللواء محمد عجرود قائد الناحية العسكرية السادسة على مستوى مقر الناحية بحضور عدد من إطارات الناحية. توجه قائد الدرك الوطني بعدها إلى مقر القيادة الجهوية السادسة للدرك الوطني، أين أشرف على مراسم تسليم واستلام العلم الوطني والتصديق على محضر تسليم السلطة والإمضاء على السجل الذهبي. تخرجت يوم الاثنين الفارط الدفعات بالمدرسة التطبيقية للنقل والمرور الشهيد لواج محمد المدعو والرائد فراج بتلمسان، والتي تحمل اسم الشهيد مشرن محمد. مراسم التخرج أشرف عليها لواء حاج العروسي جمال قائد الناحية العسكرية الثانية بالنيابة وبحضور السلطات العسكرية، كما حضر حفلة التخرج أساتذة وإطارات المدرسة إلى جانب ممثلين عن وسائل الإعلام الوطنية. أشرف والي عين تيموشنت السيدة ويناز لبيبة على مراسم تنصيب مستيري بصفة مندوب محليا لوسيط الجمهورية بولاية عين تيموشنت. حفل التنصيب جرى بحضور رئيس المجلس الشعبي الولائي، الأمين العام للولاية، السلطات المعنية، رئيس مجلس القضاء لعين تيموشنت والنائب العام لدى مجلس القضاء، ممثلي الأسرة الثورية، بالإضافة إلى العديد من إطارات الولاية. عقد والي ولاية المدية سيد عباس بداوي اجتماع اللجنة الأمنية الخاص بالتحضير للامتحانات الرسمية دورة سبتمبر 2020 بحضور رئيس المجلس الشعبي الولائي، حيث بلغ عدد التلاميذ المرشحين لاجتياز شهادة التعليم المتوسط 15022 مترشحة موزعين على 61 مركز إجراء، كما بلغ عدد المترشحين لاجتياز امتحان شهادة البكالوريا 11910 موزعين عبر 37 مركز إجراء، حيث تم التطرق إلى جميع الإجراءات والتدابير الوقائية لإجراء الامتحانات في أحسن الظروف. كشف مدير الصيد البحري والموارد الصيدية لبومرداس قادري شريف يوم الأحد الماضي بأن إنتاج السمك في الستة أشهر الأولى من 2020 تجاوز 3500 طن. وأوضح قادري في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية بأن الارتفاع الملحوظ في إنتاج السمك السطحي أو الأزرق انعكس بالإيجاب على السعر الذي انخفض إلى حدود 250 أقل دينار جزائري للكيلوغرام، مشيرا إلى أن معظم الكمية المنتجة من الأسماك سجلت في الأربعة أشهر الأخيرة زيادة بنحو 1000 طن مقارنة مع نفس الفترة من 2019. وأكد المتحدث بأن الإنتاج الوفير للسمك جعل السعر ينخفض منذ 10 أيام بسبب تحسن ظروف عمل الصيادين وتنظيم المهنة. أعلنت وكالة عدل عن فتح بيع بالمزاد العلني عن طريق التعهدات المختومة ل 206 محلات ذات استعمال تجاري متواجدة في موقع 5000 وحدة سكنية عدل بالمدينة الجليدة ببوينة في البوليدة. وحسب بيان للوكالة نشرته على صفحتها في الفيسبوك، تضع الوكالة الجهوية الجزائر غرب مصالحها التجارية في خدمة المواطنين المهتمين بهذا العرض. استقطب كل من منتزه الصابلات وغابة 5 جويلية ببن عكنون في العاصمة أزيد من 75 ألف زائر في اليوم الأول من إعادة فتحهما. وحسب ما نقله موقع التلفزيون الجزائري عن المدير العام لديوان حظائر الرياضات والتسلية لولاية الجزائر إلياس قمقاني يوم الأحد الماضي، فقد عرف منتزه الصابلات توافد 40 ألف زائر ودخول 2500 مركبة لموقف السيارات. وحسب ما نقله موقع التلفزيون الجزائري عن المدير العام لديوان الحظائر الرياضات والتسلية لولاية الجزائر إلياس قمقاني يوم الأحد الماضي، فقد عرف منتزه الصابلات توافد 40 ألف زائر ودخول 2500 مركبة لموقف السيارات في اليوم الأول من الفتح التدريجي للشواطئ وفضاءات التسلية، أين تم الحرص على التقيد بمختلف الإجراءات الوقائية الصحية لحماية من تفشي فيروس كورونا المستجد. كما بلغ عدد الوافدين على غابة بن عكنون زهاء 35 ألف إلى جانب تسجيل 10 ألاف زائر لفضاء غابة منبع المياه بالحراش، وذلك في نفس الفترة المذكورة.
اهتزت بلدية دراريا بالعاصمة على وقع جريمة قتل راح ضحيتها صاحب محل مجوهرات بعد تعرضه لطعنة سكين على مستوى الصدر. وحسب ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الضحية يبلغ من العمر 45 سنة والمسمى كريم، أين تعرض لعملية سرقة داخل محله. العملية تمت في حدود الساعة 3:30 مساء، أين أقدم مجهولون على محاولة سرقة مجوهرات داخل محله ببلدية دراريا في العاصمة. وعند مقاومة الضحية للجنات تم توجيه له طعنات غادرة على مستوى الصدر أردته قتيلا، وعلى ذلك سارعت مصالح الأمن وطوقت المكان وفتحت تحقيق معمقا للقبض على الجنات الذين فروا لوجهة مجهولة. لفظت طبيبة أسنان أنفاسها الأخيرة بالمستشفى المرجعي للتكفل بالمصابين بفيروس كورونا بسكيكدا. وحسب ما توفر من معلومات، فإن الطبيبة كانت قد دخلت المستشفى قبل أيام بعد الاشتباه في إصابتها بالفيروس القاتل، وبقيت في انتظار التحاليل. يذكر أن الطبيبة المتوفاة هي زوجة مدير المستشفى المرجعي الذي يعاني هو كذلك من مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا. تحت شعار إن لم تدفع لن أحرسك سأسرقك، شباب يجبرون زوار الشواطئ خلصة على دفع التكلفة لحظيرة وهمية. تفاصيل أكثر في تقرير الزميلة سارة بوعكة. بعد أسبوع من فتح الشواطئ أمام المواطنين للترويح عن أنفسهم والتخلص من الآثار السلبية التي خلفها الحجر المنزلي الذي دام لمدة 5 أشهر، المواطن الجزائري يحاول بداية عطلته الصيفية المتأخرة والتي أتت مصاحبة لقواعد وقائية استثنائية. زاده اليوم استنكاراً مجموعة عراقيل أبت إلا أن تعكر صفوه، فقد عبر المواطنون عن استيائهم من غلاء أسعار الخدمات المقدمة على الشواطئ والتي حسبهم تدعي السلطات بأنها مجانية. سماسرة الشواطئ يستفيدون من المواطن البسيط ويستنفذون أمواله عبر مجموعة خدمات غير قانونية. ليس هذا وحسب، لكنهم يرغمونه على الدفع فإن لم يقبل هاجموه وسرقوه. هذا ما يحدث في مجموعة من حظائر السيارات الوهمية تحت شعار إن لم تدفع لن أحرسك بل سأسرقك. مخاوف تحيط بالمواطنين بسبب ممارسات لا مسؤولة، وهنا يبقى السؤال مطروح، كيف يتصرف المواطن في ظل هذه الضغوط واستمرار هذه الممارسات؟ بهذا نكون قد أنهينا نشرتنا المحلية. مشاهدي الكرام، دمتم في رعاية الله وحفظه. Thank you.